دلوقتي جمعتكم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. سيدي وحبيبي يا رسول الله، وما شربت لذيذ الماء من ظمئي إلا رأيت خيالا منك في الكاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. يا سيدي أنا بالأعتاب منتظر بشارة يجلو بها باسي، ونظرة يا رسول الله تغمرني نورا فيحيا بها قلبي القاسي. رأيت إحسانكم كالغيث منتشرا يسقى به سائر الأنعام والناس. صلى عليك إله العرش في الكتب فأنت يا حبيبي سيد الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد الرمال والحصى وكلما أطاعك عبد أو عصى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللناس جميعا عونا وفرجا وفرحا وشفاء وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين آمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وهداية العيال والبركة في الصحة والمال بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، كما نسأله سبحانه وتعالى ونحن في شهر ربيع الأول، ذلكم الشهر الذي سعدت الدنيا كلها بمقدم رسول الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبيه الكريم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، أدبنا بأدب رسول الله وزيننا بأخلاق رسول الله، وهيئ قلوبنا للاقتباس من أنوار رسول الله، وأحينا على سنة رسول الله، وتوفنا على ملة رسول الله، وارزقنا جوار رسول الله، ولا تحرمنا شفاعة رسول الله بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. مستمعين الأكارم، كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وأمن وأمان وطمأنينة وصلاح أحوال وراحة بال. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. إحنا عندنا مناسبتين عظيمتين كريمتين. المناسبة الأولى تحتفل الأمة الإسلامية كلها، تحتفل الأمة الإسلامية كلها بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلكم النبي الذي أكرمنا الله به. والأمر الثاني تحتفل الأمة الإسلامية كلها
ده نصر اكتوبر. ايه ده؟ لا يقول لك يا عمي ده حرب التحرير دي كانت خاصة بجمهورية مصر العربية. هو انتوا ناسين حضراتكم انما المؤمنون اخوة؟ انتوا ناسين حضراتكم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ بالامس كان السادس من اكتوبر في مثل هذا اليوم يا حضرات 1973 من ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، ربنا أكرمنا القوات المصرية الجنود البواسل من الآباء والأجداد، ربنا من عليهم وعبروا القناة واقتحموا خط بارليف وهزموا العدو وردوا الأرض وحافظوا على العرض سيناء أرض الفيروز. وغنينا وقلنا سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد. طبعا احنا في عيد لانه ربنا من علينا. وديت خلوني بس اقول كده يعني جملتين مهمين جدا، وبعد كده اسعد بمشاركتكم معنا في البرنامج. والنهاردة انا عامل الحلقة احتفالية عشان نصر اكتوبر وعشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهترك المجال لحضراتكم ومشاركتكم ومداخلتكم معانا احتفالا واحتفاء بهاتين المناسبتين اللي اعظمهما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بنقول احنا كلنا بنحتفل بنصر اكتوبر؟ اللي سمعني دلوقتي في امريكا واللي في بلجيكا واللي في استراليا واللي في المانيا واللي في الدول العربية واللي في افريقيا واللي في اسيا واللي في اوروبا، كل اللي سمعنا دلوقتي احنا كلنا بنحتفل بنصر اكتوبر. ربما واحد يقول يا عمي انا مش مصري وانا هحتفل ليه؟ هقول له انت هتحتفل لانه الاحتفال دين وانت راجل مؤمن والمؤمنين بيفرحوا بنصر الله. لا مش فاهمين، فهمنا اكتر، اوضح اكتر. بس الاول تصلوا على حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. في صورة عندنا في القرآن اسمها سورة إبراهيم، يقرب لنا نقول طبعا ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي سورة في القرآن اسمها سورة يونس، يقرب لنا برضو، ده نبي عظيم من أنبياء الله أخو سيدنا النبي، الأنبياء وإخوة مش بعيد عننا يعني، وإحنا نؤمن بسيدنا يونس. وفي سورة في القرآن اسمها سورة مريم، تقرب لنا إيه مريم؟ مريم دي ستنا، دي ستنا مريم اللي ربنا اصطفاها على نساء العالمين، الصديقة اللي أنجبت سيدنا المسيح أخو النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سيدنا النبي الصلاة والسلام وجميع أنبياء الله. ماشي طبيعي. طيب في سورة عندنا اسمها سورة قريش، يقربوا لنا إيه قريش دول؟ يقربوا لنا إيه؟ منهم النبي، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. ربنا اختار واصطفى وفضل من ولد إبراهيم سيدنا إسماعيل. سيدنا إبراهيم خلف إسماعيل وإسحاق، لا أحسنهم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم. النبي بيقول واصطفاني من بني هاشم، اللهم صل عليه. يبقى لما تبقى في صورة اسمها قريش لإلاف قريش، واحد يقول لك على الصورة دي عندكم بتعمل ايه؟ اقول له ده جاي منهم النبي يا عم، على رأسنا من فوق. كل اللي انا قلته، الصور اللي انا قلتها دي حاجة طبيعية، انك تلاقي صورة باسم يونس، باسم هود، باسم يوسف، باسم ابراهيم، انبياء اخوات النبي. جميل. مريم على ام سيدنا عيسى، على رأسنا من فوق ستنا مريم البتول الطاهرة اللي ربنا اصطفاها. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إنما نتعجب، وحضراتكم أكيد هتتعجبوا معي لما تسمعوا وتقرأوا سورة في القرآن اسمها سورة الروم. الروم احنا مالنا ومال الروم؟ صحيح، ما استغربتوش؟ ما مرتش عليكم السورة دي حضرات قبل كده؟ ما جاتوش ناحيتها خالص؟ شوف اللي هي اول سورة في الجزء 21، هي اخر الجزء 20 في سورة العنكبوت.
شوف ازاي اخر ايه في الجزء العشرين، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. تخش بقى في الجزء 21 تقلب الورقه، ورقه هو ورقه تقلبها تلاقي صوره الروم. ايه الروم؟ تعالوا نشوف. كان في مملكتين عظيمتين قوتين كبيرتين، قوة اسمها الفرس وقوة اسمها الروم، مملكة الفرس ومملكة الروم. مملكة الروم دول أهل كتاب، يعني أصحاب رسالة سماوية نزل عليهم كتاب من السماء. ومملكة الفرس كانوا مجوس، كانوا بيعبدوا النار. فاللي حصل، احنا الصورة اللي بتحكي لنا بقى احنا المسلمين، صورة عندنا اسمها صورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أيوة. بعدين قال لي غلبت الروم، طب يتغلبوا يكسبوا أنا مالي؟ مش حضراتكم مستغربين برضو؟ على غلبت الروم في أدنى الأرض. المسلمين الصحابة زعلوا، لا يعني إزاي الروم تتغلب من الفرس؟ طب وانتوا مالكم مال الروم أصلا ومالنا ومال الفرس؟ لا بس الفرس بيعبدوا نار، معقول إحنا نرضى ان عبدة النار ينتصروا على اهل الكتاب؟ لا ما نرضاش ده. فقال لي غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ها ما تقلقوش ما تقلقوش، الروم هتغلب تاني، افرحوا افتر. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنين يفرحوا بقى في الوقت ده. قال لا واحنا نفرح ليه؟ قال دول اهل كتاب قريبين مننا، ده احنا مسموح لنا نتجوز منهم. شفتوا قد ايه الاسلام جميل ومفيش خصومة مع الاخر، وبنمد ايدينا لاهل الكتاب ونصهرهم نتجوز منهم وناكل اكلهم. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. شفت الجمال. ولما اتكلم عن الزواج قال والمحصنات من المؤمنات، هتتجوز واحدة مؤمنة، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، بس في شرط لو هتتجوز واحدة من اهل الكتاب. قلت له ايه الشرط يا رب؟ قال اذا اتيتموهن اجورهن، مش هتتجوزها ببلاش يعني، تدفع لها مهر زي ما بتدفع لاختك المؤمنة اللي انت هتتجوز من المؤمنات يعني. شفت الجمال. فإذا كنا كمؤمنين فرحنا إن الروم هتغلب الفرس أو غلبت الفرس. ألا وأنا ماليش علاقة بيهم أصلا. طب ما نفرحش لما أشقائنا في أي مكان ربنا يكرمهم وينصرهم على عدوهم ويستردوا الأرض ويحافظوا على العرض. فعشان كده أنا حبيت بس أنقل اللمحة دي. طبعا احنا كلنا كمصريين كان عندنا الكام يوم اللي فاتوا الاحتفالات ماشية بصورة متوازية، حتى الدولة احتفلت ب 6 أكتوبر بنصر أكتوبر، واحتفلت بمولد رسول الله، وعملنا احتفال هنا واحتفال هنا، وفي كل احتفال بيبدأ الشيخ القارئ بيقرأ آية الذكر الحكيم، وبعد كده بقى الايه السادة الحضور كل واحد بيدلو بدلوه في هذا الأمر. خلوني أذكر حضراتكم بأرقام تليفوناتنا عشان نبدأ نتلقى اتصالاتكم، طبعا على رقم 38-35-022. نقول الرقم التاني بقى عشان لو الرقم ده مشغول، 38-35-022. لو عايزين رقم تالت يبقى 02-38-35-022. كل سنة وانتم طيبين، يعني بمولد رسول الله، كل عام وانتم بخير، كل عام ومصرنا الحبيبة بخير والأمة كلها بخير وأوطاننا كلها بخير بنصر أكتوبر المجيدة. هذه الملحمة، نصر أكتوبر المجيد، هذه الملحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى صدق فيها وعد، الحمد لله، ونصر عبده وأعز جنده. لمن لا يعلم
ربما يكون في ناس سمعاني دلوقتي ما تعرفش ايه هي حرب التحرير، حرب اكتوبر دي يا حضرات حرب كانت 6 اكتوبر 1973، الجنود البواسل الجنود المصرية عبرت قناة السويس واقتحمت خط بارليف اللي كان انشأه العدو الصهيوني، واللي كان اشاع ساعتها ان هم الجيش الذي لا يقهر وان الخط دوت يستحيل حد انه يقتحمه. كان صعب جدا ان الناس تعدي المية اللي هو القناة، وكان في انابيب نابلم داخل القناة، ازاي نعدي ده كل ده؟ لانه في لحظة الدنيا دي تتقلب نار، وبعد كده كان في ساتر ترابي ومنيع. الحمد لله المؤمنين الصالحين الجنود البواسل، وكان ده في شهر رمضان المبارك، قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعبروا وربنا نصرهم. منهم من قضى نحبة، منهم اللي راح شهيد في المعركة وهنيئا لهم بالشهادة في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ولسه في أثر لهم لحد النهاردة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من رحلوا عنا في عداد الشهداء، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، اللي بمجهودهم وبجهدهم وبطاقتهم ربنا جعلهم سبب أنه يردوا لنا أرضنا أرض الفيروز، واللي جينا بعديها نغني احنا بقى بأريحية ونقول سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم مصر اليوم في عيد. وواحد بيقول لنا قال انت بتغنوا؟ بنغني. مش عاجبك؟ بنغني. وعلى فكرة واغانينا الوطنية وافرحنا ده احنا اتعلمناها من كتاب ربنا وسنة نبينا. يا سلام، ايوة طبعا، مش ربنا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله؟ احنا بنفرح بنصر ربنا. طيب واحنا بنفرح بالنصر هل لنا ان نغني؟ بنغني بالنصر وبنتذكر الامجاد والبطولات. طبعا. ولنا في رسول الله اسوة حسنة. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ سيدنا النبي دخل بيت ستنا عائشة زوجته، وكان معاه ابو بكر الصديق. دخل لقى مفاجأة، النبي دخل في بيته لقى مفاجأة، ستنا عائشة قاعدة وعندها جاريتان تغنيان. اقولها كمان مرة عشان اللي ما سمعهاش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، بيت ستنا عائشة، ومع ابو بكر الصديق، فوجد عند عائشة جاريتان تغنيان، بيغنوا ايه؟ يذكران يوم بعاث. يوم بعاث زي يوم اكتوبر، زي يوم تحرير سيناء، زي العيد الوطني لدولة من الدول لبلد من البلدان. يذكران يوم بعاث. طبعا سيدنا ابو بكر يعني غضب، ازاي يعني بيت النبي بيتغنى فيه؟ حد قاعد في بيت النبي بيغني؟ ايه ده؟ ازاي مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ تخيلوا النبي بقى يرد على ابي بكر يقول له يا ابا بكر دعهم، سيبهم دعهم يا ابا بكر، ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا. شفتوش جمال كده؟ شفتوا الجمال؟ والله شفتوا الرحمة، وشفتوا لكل حادث حديث. احنا في فرح وبنتكلم عن الامجاد وبطولات، فلما يطلع بقى حد يغنينا يقول بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله، ايه نكفروا نفسقوا؟ ده حاجة جميلة قوي دي، يعني والله ده واحد على المستوى الشخصي لما بيسمع كده بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله، ايه الجمال ده؟ صدق النبي ان من البيان لسحرة. ايه العظمة دي؟ احنا عندنا افراح وبنفرح، بنفرح بانتصاراتنا زي ما ربنا علمنا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ده المؤمنون فرحوا بنصر الله لما الروم كسبت الفرس، واحنا مالنا؟ فرحنا برضو، نقوم نيجي احنا على انتصاراتنا، وتلاقي بعض الناس كده يتمعر وجهه ويتضايق قوي، وكأنك يعني
ضيقته خالص لما بتقولوا الحمد لله واحنا بنحتفل باكتوبر. يقول لك اكتوبر ايه ده؟ إيه انتصارات اكتوبر؟ ايه انتصارات اكتوبر دي؟ حرب التحرير. ايه حرب التحرير دي؟ ايه يا عم في ايه؟ الحمد لله ربنا نصرنا في اليوم ده واستردنا ارضنا سينا، والناس طلعت تغني وتنشد. ما النبي سمح بالغناء والجاريتين بيذكران يوم بعاث. لا خد اللقطة التانية بقى، انا طولت عليكم، وبعدين اتلقى اتصالات حضراتكم تقولوا لي هتحتفلوا ازاي، كل واحد يقول لي وجهة نظره ايه، وطبعا هتلقى اسئلتكم. النبي عليه الصلاة والسلام برضو دخل بيته في يوم بيت ستنا عائشة فلم يجدها. ايه ده ايه ده ايه راحت فين ستنا عائشة؟ ازاي وازاي خرجت كده؟ لا يعني يا ما استأذنتوش يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام عطيها مساحة، واحنا كلنا عادة كل راجل مدي مساحة لزوجته، احتاجت حاجة بتنزل تجيبها ومديها تصريح في المسألة ديت، كل واحد بيثق في اهل بيته يعني. فالنبي قعد شوية كده في البيت، لقى عائشة داخلة. ايه عائشة كنت فين؟ قالت له ده كانت في جارية من الانصار، في بنوتة كده من الانصار كانت بتتجوز، فانا كنت بجهزها وبديها لعريسها يعني، وحضرت الفرح ده. ستنا عائشة بتحضر فرح جارية من الانصار. فالنبي قال يا عائشة انت كنت في فرح؟ ايه طبعا كنا في فرح يا رسول الله. فقال خد المفاجأة بقى، يا عائشة هل غنيتم لها؟ فإن الأنصار يعجبهم الغزل. يعني مش ده فرح برضو؟ طب غنتوا للعروسة؟ الله شوفوا الجمال. فبعدين ستنا عائشة تقولوا ايه ده ايه ده نغني للعروسة؟ قال يعني مثلا قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كلام جميل يعني. طبعا مش الاغاني بتاعتنا دي خالص. مش زي اللي طالع يغني حبيتك يخرب بيتك، لا احنا مش بنتكلم عن الحاجات دي، نتكلم عن الكلام الجميل الذي يعني ليس فيه اثم ولا في قطيعه رحم ولا في حاجه تؤذي ولا تجرح المشاعر ولا الكلام ده كله. فيا حضرات احنا بنحتفل بمولد رسول الله، وبنحتفل بيوم النصر اللي ربنا اكرمنا، وزي ما اتفقنا يوم النصر ده إذا نظر البعض إليه على أنه يوم خاص بالمصريين لأنهم انتصروا على عدوهم وردوا أرضهم وحافظوا على عرضهم، لا فهو بصفة عامة بقى هو يوم نصر لكل المؤمنين والمؤمنات في بقاع الأرض. وناخد اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا سيدي. ازاي حضرتك عم الشيخ؟ الله يكبر خاطرك ويكرمك يا سيدي. الله يخليك. انا والله ما يعني بسمعك على طول، والنهارده حاولت اتصل بيك وربنا كرمني. انا بس بعتذر ان انا اتاخرت عليك شويه في الرد، معلش. ولا يهمك. اتفضل يا حبيبي سؤالك. عم الشيخ بقول لحضرتك لو سمحت، انا يعني شاب عمري 35 سنه. ايوه. ومتجوز بقالي هو الحمد لله 3 سنين وعندي بنوته. ربنا يبارك لك. الحمد لله. اجعلها من الابرار. جعلها من الصالحات ان شاء الله. الله يكرمك يا عم الحاج. الرزق شبه مقطوع عني كده بقاله فتره. الرزق؟ اه. طيب يعني ما بحثتش كده ورحت يمين وشمال عملت كل حاجه وبجيب اخري والله عم. بتداوم على الاستغفار ولا؟ الحمد لله، وبداوم على الصلوات في الجامع الحمد لله، بحاول. والصلاه على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام الحمد لله. طيب عامل ايه في صله الرحم؟ الحمد لله الحمد لله كويس، مش وحش، اهلي علاقات كويسه الحمد لله. ان شاء الله ربنا يا سيدي يرزقك ويوسع رزقك. احنا عايزين نقول يا حضرات شكر الله لك لاتصالك الاول، وبعدين هجاوب حضرتك بقى، اسمعني من الاذاعه الله يسترك. عايزين نقول على حاجه مهمه جدا يا حضرات، احنا بناخد بالاسباب. ربنا بيقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فبنمشي وكلوا من رزقه، عشان احنا بنبحث عن الرزق. فمن الأسباب ان احنا نمشي في الأرض ونطرق كل باب وروح يمين وشمال. وزي ما شيخنا علموني زمان، كان شيخي يقول لي ايه يا ابني، اقول له نعم يا مولانا، يقول لي ان لم يكن ما تريد فلترد ما يكون.
يعني ايه حضرات؟ ان لم يكن ما تريد. انت نفسك في ايه؟ نفسي اشتغل رئيس مجلس اداره. طب ما فيش. طب خلاص ايه اللي موجود؟ مدير عام. طب موجود؟ لا ما فيش. طيب طب رئيس قسم موجود؟ لا ما فيش. طب موظف، موظف عادي موجود؟ لا ما فيش. طب ايه اللي عندكو؟ اللي عندنا انك تزرع، فلاح تزرع. انا جاهز، انا راجل فلاح افهم في الفلاح، انا رمضان فلاح اشتغل. لا بس انا متخرج من الازهر عشان اقف على المنبر واخطب. طب ما فيش منبر دلوقتي، هقعد ساكت؟ هقعد ساكت؟ لا هشتغل. طب اي شغلانة؟ اي شغلانة متاحة حلال. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا الا راعى الغنم. قالوا له: حتى انت يا رسول الله كنت بترعى الغنم؟ قال: ايوه ايوه انا كنت برعى الغنم. النبي قال: انا كنت ارعى الغنم، ارعاها على قراريط لاهل مكة. فدي اول نقطة لازم ناخد بالنا منها يا حضرات. ويا رب كل اللي سمعنا دلوقتي ينتبه معايا، حتى لو رزقه ضعيف شوية يركز بس معايا في الكلمتين اللي انا هقولهم دول. يبقى رقم واحد الاخذ بالاسباب. جميل، اخذ بالاسباب واقعد ادور يمين وشمال، وبعدين وانا بدور اللي انا عايزه مش موجود. انا كنت نازل اشتري قميص ابيض ما لقيتش، الفيت ما لقيتش، خلاص. طب في اخضر؟ لا. طب في ازرق؟ لا. طب في رصاصي؟ طب لا. طب عندكم ايه؟ عندنا فوشيا. طب انا هعمل ايه يعني؟ شوف، بس انا ديت بحطها بين يدي شبابنا: ان لم يكن ما تريد فلترد ما يكون. كتير قوي بتلاقيه مش شغال بالشهادة بتاعته، هو خريج بكالوريوس معين ما فيش دلوقتي، مش طالبين. اكرمكم الله، مش طالبين المهنة بتاعتك دي دلوقتي. طب شوف حاجة تانية، بدائل، حد ما ربنا يكرم وتلاقي اللي انت عايزه. ادي اول نقطة. تاني نقطة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طب الطير بتعمل ايه؟ تغدو خماصا، يعني بتطلع بطنها فاضية. فانت عملت زي ما الطير عملت، خرجت تبحث، مش كده؟ طيب انت لما خرجت تبحث لازم بقى تعمل النقطة التانية المهمة قوي قوي، انك تتوكل على الله. اتوكل على الله ازاي؟ توكلت على الله: يا رب اقضي لي حاجتي. يا رب شوف، يا رب انا بخبط الابواب وعارف ان المفاتيح كلها بيدك انت مش بيد العباد. شوف ازاي، يعني مش فلان باشا هو اللي هيمشي لي حاجتي، مش معالي الوزير هو اللي هيخلص لي مصلحتي. ابدا، احيانا تروح تكلم وزير ما عندوش، يقول لك والله ما عندي، ابعمل ايه؟ طيب شوف ازاي. واحيانا تلاقي واحد تاني بيكلمك يقول لك: ما عندكش فني صباغة؟ ما عندكش واحد محاسب؟ هو اللي بيتصل عايز، سبحان الله. بينما انت رحت الواحد تاني تخبط ابواب تقول له: ده انا عندي راجل مهندس ولا راجل محاسب ولا راجل مدير مالي، واللي ما يقولك ما فيش. يبقى وانت بتاخد بالاسباب لازم تبقى عارف انه الاسباب مش هي اللي بتعمل، اللي بيعمل الحاجات كلها هو مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. فعلق قلبك بالله، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، لا تمل. بلاش الملل، ولا تتعجل. يستجاب للمرء ما لم يعجل. عارف، أنا عايز أقول يا شبابنا: من داوم قرع الباب فتح له. ربك ما بيضيعش تعب، امشي، انزل امشي. ده انا حفيت، احفى كمان، حفيت كمان، احفى كمان ثالث مره. لو حفيت ثالث مره احفى 10 مرات. ما تملش، وخد واسال واتصل بكل يا جماعه انا حصل على كذا وبفهم في كذا، وبعرف انا، شوف انا بعرف اسوق وبفهم في الفلاحه وبفهم في التجارة وبفهم في أي حاجة، أي حاجة قدامكم. أنا عايز شغلانة شريفة حلال، والله ما عيب. أنا أفتكر مرة يا حضرات
اللهم صل على رسول الله، من حوالي 20 سنة. من حوالي 20 سنة، قد يقل سنة أو تزيد سنة يعني، مش فاكر. كنت في حتة كده في بلد بعيدة قوي، كنت بزور مركز إسلامي هناك في دولة أجنبية، وأعزكم الله دخلت أشتري حذاء، فلقيت شاب جميل وسيم جاي، هو اللي شغال في المحل، وجايب لي الحذاء وجاي يقعد على الأرض، أعزكم الله، بيقسهولي يعني، مش مثلا بيديني الجزمة يقول لي قيسها أنت. فقلت له لا، أنا طبعا استحيت يعني، قلت له لا. قال لي لا لا لا، فيش حاجة، فيش أي حاجة خالص. طبعا هو مش لغته عربية، بس أنا فالمهم لقيته شاب جميل ومبتسم، وحسيته يعني عارف يعني شاب حليوة كده، وحسيت انه مثقف يعني. فقلت له هو انت دارس، معاك شهادة؟ قال لي انا في الجامعة، انا طالب في الجامعة. قلت له بتشتغل؟ قال لي بصرف على نفسي يعني، شغال في محل احذية وطالب في الجامعة وبيدرس، كان بيدرس شهادة قوية يعني، عارف مش عيب خالص، ده شغل انا شريفة، مش عيب ان اقف محل كشري، مش عيب. اصل ولادنا بيسافروا برا واحيانا ويقفوا يغسلوا مواعين، مش عيب، شغلانة شريفة مش عيب. شفتوا ازاي؟ كل شغلانة حلال مش عيب. انزل، ودي رسالة برضو لولادنا اللي بيدرسوا في الجامعة، انزل اشتغل، مرن نفسك من دلوقتي، خليك متعدد الفهوم يعني، بتفهم حاجات كتير، ودي احنا كنا بنشوفها في اجيالنا، بيجي في الصيف ينزل يشتغل بقى مع بتاع محارة مع كهربائي، شفت، مع سباك، شوف، ينزل يشتغل في شارع الازهر. اقسم بربي انا اعرف ناس دلوقتي اساتذة في الجامعة، اساتذة في الجامعة وكليات، مش عايز اقول، لو سمعيني دلوقتي عارفين نفسهم، وكانوا بيشتغلوا في شارع الازهر بيشيل قماش على كتفه، ودلوقتي فخامة الأستاذ الدكتور رعف، ومش عيب، ونماذج كتيرة جدا. علموا ولادكم ان الشغل مش عيب، واي شغلانة شريفة، وما عندناش تفاوت في الشغل، مش ده رئيس مجلس ادارة وده عامل بوفيه، لا، عامل بوفيه ده انسان عظيم بيقوم بعمله وبيأدي بيأدي العمل بتاعه على اكمل وجه، فش حاجة خالص. نرجع تاني، اللي عايز يشتغل ينزل يدور، وما يدورش في حتة واحدة، ما يدورش بيدور على مكان محتاج رئيس مجلس ادارة، مش هتلاقي، بدور على مكان محتاج مدير عام، مش هتلاقي، بدور على مكان محتاج مراجع، مدير حسابات، مش مدير مالي، مش كل حاجة هتلاقي كده. روح، طب ايه اللي متاح عندكم؟ شغل؟ لا، ما عندناش، لا مش عايزين محاسبين، مش عايزين مهندسين، مش عايزين مدرسين، طب عايزين ايه؟ عايزين نجارين، شغال، هقف ورا لسطة كده وشوية شوية هتعلم منه، فاش حاجة يعني. فدي يبقى انا ببحث، وفي نفس الوقت قلبي معلق بالله، لانه هو اللي بيقضي الحاجات كلها. رقم 3، ما بملش، ومش مستعجل. طيب مع كل ده بقى، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كثرة الاستغفار يا جماعة، والصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قام جه واحد اتصل بيا دلوقتي وقال لي اقسم بالله عملت كل اللي انت بتقوله ده يا شيخ وزيادة شوية. هقول له ما تنساش قول الله تعالى، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. احيانا ربنا بيضيق الرزق شوية، بيختبر بقى في قوة صبرك، يريد، يحب ان يسمع صوتك عشان تصلي بالليل كده وتعيط وتدمع، بيختبر فيك الامل، هل عندك امل في ربنا ولا يئست، ده اختبار برضو. طيب هو لما ضيق الرزق عليك، الله يبسط الرزق، يبسط يعني يمنح، ويقدر يعني يضيق، هو لما ضيق
ضيق في ايه؟ ضيق في الصحة ولا ضيق في العيال ولا ضيق في شوية ورق بنكنوت؟ ما هو مش في كل حاجة برضو. طب ما رزقك ابوك وامك موجودين، ما ده رزق كبير. اخواتك موجودين، ما ده رزق كبير. زوجتك وولادك، ما ده رزق كبير. نعمة الامن والامان، ما هو ده رزق كبير. يعني الرزق مش بس المال النقدي، ورق البنكنوت. وختاما النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن النصر مع الصبر. شو الصبر؟ أسأل الله عز وجل أن يصب علينا الخير صبا، أن يفتح لنا أبواب رزقه. اللهم ارزقنا الحلال، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. طبعا أنا اتكلمت كده باختصار شديد جدا في قضية الرزق، لكن لو تفتكروا أنا عملت حلقة من قبل هنا في نجوم اف ام، ابحثوا عنها، عملت حلقة عن مفاتيح الرزق. بس في ناس بتنسى أو في ناس ما تبعتش الحلقة، لما قلت صلة الرحم مفتاح من مفاتيح الرزق، فمن أحب أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الواحد يصحى مبكرا مفتاح من مفاتيح الرزق، لأنه النبي قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. تقوى الله، خف ربنا، من أهم مفاتيح الرزق، لأنه ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المحافظة على الصلوات في أوقاتها من أهم مفاتيح الرزق. ليه؟ لأنه ربنا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في نفس الموضوع قال إيه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزق، كأنه بيقول لك صلي وربنا حيبسط لك الرزق. كذلك تلاوة القرآن، يعني من أعظم سور القرآن البقرة. النبي قال: إن أخذها بركة. البقرة بتجيب البركة في البيت. كذلك سورة الواقعة، شوف إزاي بتقرأ الواقعة. جه واحد قال لي: لا انا بقرأ قل هو الله احد بنية ان ربنا يبسط لي الرزق. والله العظيم هيبسط لك الرزق. حد قال لي: انا بقرأ آية الكرسي يوميا بنية ان ربنا يرزقني. حيرزقك. ليه؟ لانك بتتوسل الى الله بعمل صالح انه يرزقك، مع الدعاء. مش انت بتقرأ في القرآن: وارزقنا وانت خير الرازقين؟ طيب ايه كمان؟ الصدقة. شوف ازاي، ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينادي ملكان، الله يقول احدهما: اللهم اعطي منفقا خالفا، يا رب اللي ينفق اديله كتير 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 اخلف عليه، ويقول الاخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. فكل دي والزيادة كمان عن اللي انا قلته ده هتلاقوه لما تراجعوا الحلقات بتاعتنا على نجوم اف ام، هتلاقوا عملت لكم حلقة عن مفاتيح الرزق. ناخد اتصال. سلام عليكم. لك السلام. ده عم الشيخ، اهلا بيك يا حبيبي، تفضل. انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه، الله يكبر خاطرك. انا عندي سؤالين. قول لي بس قبل السؤالين، جبت حلاوه المولد؟ جبت. طيب الحمد لله، كل سنه وانت طيب. الحمد لله كل عام طيب وانت طيب. اتفضل يا حبيبي، سؤالك ايه؟ في حديث قدسي بيقول: من صلى الفردين دخل الجنه. ده حديث نبوي. من صلى الفردين دخل الجنه. ماشي، ايه المكتوب بالبردين؟ هشرحه لك. السؤال الثاني. والسؤال الثاني، انا كان بيني وبين ابويا عملت مشكله كده وجينا صحينا الوقت الحمد لله. طب الحمد لله، اوعى تزعل ابوك تاني بقى. لا حاضر يا عم. ربنا يكبر خاطرك يا حبيبي. يا رب يا عم. اسمعني من الراديو وانا هجاوب حضرتك. شكرا ليك. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ايه البردين؟ الفجر والعصر، صلاة الصبح وصلاة العصر. اشمعنى؟ لانه الوقتين دول مهمين جدا يا حضرات. النبي بيقول: اللهم صل عليه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. بيتعاقبوا فين؟ بيغيروا الشفتات الوردية بتاعتهم في صلاة الصبح وصلاة العصر.
في ملائكة بتستلمنا العصر تبات معانا. وردية العصر دي من العصر لحد الصبح تاني يوم، وتيجي يجي الشفت التاني يستلم منهم من الصبح لحد العصر. طيب، فلما بيصعدوا لربنا، ربنا بيقول للملائكة: على ما تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، احنا رحنا لهم وهم بيصلوا، واتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. فالملك اللي جه يستلم شفت العصر جالنا في صلاة العصر اللي انا بنصلي، فاستلمنا الشفت ده، استلمنا ملائكة معانا من صلاة العصر. فلما جالنا العصر اللي انا بنصلي، طب بيطلع امتى بيسلم الشفت ويطلع امتى؟ الصبح، وهو طالع لأنا بنصلي الصبح. فربنا بيقول: على ما تركتم عبادي؟ بيقول: يا رب أتيناهم وهم يصلون، ساعة ما نزلنا العصر نستلم كانوا بيصلوا، وتركناهم لما سبناهم الصبح دلوقتي، وتركناهم وهم يصلون. طيب، صلاة العصر قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. جماهير أهل العلم على أنها صلاة العصر اللي هي الصلاة الوسطى، اللي عشان فيها حديث للنبي قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والنبي قال عن صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. شفت ازاي؟ فقد حبط عمله. صلاة مهمة جدا. جميل. طيب، وصلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين، أثقل صلاة على المنافقين هو صلاتين اتنين، العشاء والفجر. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي صلاة العشاء، والصبح اللي هو صلاة الصبح، النبي يقول: لأتوهما ولو حبوا. شفت؟ ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله. الفجر ده عظيم جدا جدا، بنقرأ عنه في سورة الإسراء، ربنا بيقول ايه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ماله قرآن الفجر؟ طب ما في قرآن العشاء وفي قرآن المغرب برضو. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا، ده بيتعمل له مراسم لوحده. فعشان كده النبي قال: من صلى البردين دخل الجنة. دول من أهم، طبعا الصلاة كلها مهمة جدا، بس عرفنا ليه؟ لأنه الملائكة بتتعاقب علينا في صلاة الصبح وصلاة العصر. وناخد اتصال. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ يا اهلا وسهلا ومرحبا. كل عام وحضرتك. حضرتك وكل مستمعينا وكل الأمة بخير يا رب العالمين. كان والدي متوفي، كنت عايزة حضرتك تدعي له. يرحمه ربنا رحمة واسعة، تقبله في الصالحين، يجعله في أعلى عليين، وينزله منازل الشهداء، ويرزقه مرافقة إمام الأنبياء، ويلحقنا به على الإيمان والتقى. قولي لي بقى، احتفلت بمولد النبي؟ بالصلاة على النبي بس. اللهم صل عليه. طب تقدر تقولي لي ثلاث معلومات عن سيدنا محمد؟ ما هو ده كان لسه هقول لحضرتك على حاجة. قولي. أنا لا، أنت بتهربي من السؤال ولا عايزة تسألي حاجة تانية؟ لا أنا، أيوة أنا كنت قبل كده طلبت من حضرتك على صفحة اليوتيوب بتاعت حضرتك تعمل حلقات للسيرة يومية. عينيا. قولي لي بس ثلاث معلومات عن سيدنا النبي. ثلاث معلومات. ثلاث معلومات: ان الوحي نزل عليه وعنده 40 سنه. ماشي، برافو عليكي. اول زوجاته ستنا خديجه، امنا خديجه. الله ينور عليك، برافو. واخر زوجاته امنا مريم، ماريا القبطيه. طيب كده ثلاثه، عايزه تزودي حاجه ولا ايه؟ كفايه. طب اولاده قد ايه؟ طيب، ها اولاده؟ القاسم وعبد الله. وابراهيم. دول الصبيان، برافو عليكي. ثلاث صبيان. ورقية وام كلثوم وفاطمه. تاني كده البنات. زينب ورقية وام كلثوم وفاطمه. ده انت قايلهم بالترتيب، ما شاء الله عليكي. الحمد لله. فعلا زينب الكبرى، بعدين بعدين رقية، بعدين ام كلثوم، بعدين ستنا فاطمه.
رضي الله عنهم جميعا. جزاكم الله خيرا، شكرا بالله ليكي. عليك يا شيخ، بالله عليك ما تنساش الحلقات بتاع تعملها على صفحة حضرتك في حاضر اليوتيوب يوميا، حاضر ان شاء الله. بس كده واحنا ما مفصلة عندناش اغلى من سيدنا النبي نتكلم عنه. صلى الله عليه وسلم، بس يعني ايه سيرته مفصلة كاملة يعني دي. يا الله يبارك. طيب حاضر، شكرا ليكي. هي قالت لنا كم معلومة عن سيدنا النبي، برضو معلومات قيمة. طب خدوا بقى المعلومة دي، كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، ما كانش يتكلم الكلام إلا الكلام اللي عليه حسنات بس، الكلام اللي ياخد عليه أجر. وكان لا يبيت إلا والسواك عند رأسه، عشان أول ما يصحى من النوم أول حاجة يعملها النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة يستاك يغسل سنانه. شوف إزاي السواك، يعني إيه السواك؟ هو استخدام عود الأراك ونحوه كفرشة الأسنان يعني لتنظيف الأسنان. بالنسبة لنا السواك دلوقتي هي فرشة الأسنان يعني، كان أول حاجة يعملها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيه تاني معلومات مهمة أوي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا دخل بيته أول ما يدخل البيت يسلم على أهل البيت، أول حاجة يعملها يسلم. يسلم إزاي؟ كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، اللهم صل عليه. جميل جميل قوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لما يدخل يسلم على أهل البيت، يسلم بطريقة اللي صاحي يسمع واللي نايم ما يسمعش. كان إذا دخل بيته سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كمان معلومة عن النبي، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، عمره ما عيب على أكل، يعني عمره ما لا 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 الأكل ده وحش، لا لا الأكل ده ما بقى كده، لا عمره ما عاب طعاما قط، لأنه الطعام ده نعمة ربنا. قال لا، يعني أفهم من كده إن كان بياكل كل أنواع الأكل؟ لا. قال لا، أنت حيرتنا يا شيخ، أنا ما حيرتكوش ولا حاجة، هو أنا ما ب... ما ب... ما لا أعيب الطعام، ده مش معناه إن أنا لازم أكله يعني. يقول لك ما عاب رسول الله طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. يعني في أكل اتحط قدامه وهو ما بياكلوش، ما ياكلش منه بدون ما يعيب الطعام، لا كل نعمة ربنا حلوة. ادي برضو معلومة مهمة قوي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدا، لما بيسلم على حد لا ينزع يده حتى ينزعها مصافحه، يعني ما يسلم على حد النبي ما يشيلش إيده من الحد ده إلا ما هو يشيلها الأول. ياه، اللهم صل عليه. وكان إذا أقبل على أحد أقبل عليه كله، لما يكلم حد ما يكلموش بجنب. شوف إزاي، يعني يكلمه زي ما احنا بنقول إيه، وجها لوجه. فكان إذا أقبل على أحد أقبل عليه كله، اللهم صل على سيدنا النبي. وكان لا يتقدم أصحابه، هم قاعدين مع بعض ما بيتقدمش على حد، وهم ماشيين مع بعض ما بيتقدمش على حد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أحد جلسائه أنصت إليه، أما حد يتكلم النبي ينتبه لي. شوف، احتراما للمتحدث. أنا قلت لكم كم معلومة كده عن النبي، اللهم صل على، معلومات مهمة جدا. خلونا ناخد اتصال. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا ومرحبا، اتفضلي. أنا بس عايزة حضرتك بس اللي هو فضل الصلاة عن النبي، أنا عارفة إن حضرتك اتكلمت فيها كتير قبل كده، لسه ذكرنا بيها كمان وكمان وكمان، بالذات في الأيام اللي إحنا فيها الأيام دي، يعني الأيام المباركة دي. حاضر، طب تعرفي تقولي لي فضل من فضائل الصلاة عن النبي؟ من صلى على النبي صلاة صلى عليه بعشرة، ربنا بيصلى عليه بعشرة. جميل، برافو عليك، وتجعل فيها البركة. تمام. والرسول يعني فيما معناه ان هو الرسول بيرد علينا السلام. حلو قوي، صح اهو، ما شاء الله ده انت شاطره اهو. ان الله وكل ملكا عند قبري فاذا أيوة. صلى علي رجل من امتي قال لي الملك يا محمد ان فلان ابن فلان صلى عليك الساعه. حلو. ايوه
بحاول ان انا يبقى لي ورد من الصلاه على النبي كل يوم، بس ساعات بحاول التزم وساعات لا، فانا حتى لو الورد بتاعي ما طيب ناخد كمان فضل من فضائل الصلاه على النبي، يستجاب الدعاء بالصلاه على رسول الله، او دفع الهم والغم. برافو عليك، النبي قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الصلاه على النبي بتكفي الهموم، الصلاه على النبي بتغفر الذنوب. من خطئ الصلاة على رسول الله خاطئة طريق الجنة. الصلاة على النبي بتفتح لنا أبواب الجنة، صح ولا لأ؟ كل عمل بين الرد والقبول إلا الصلاة على الرسول، ده العمل اللي لا يرد أبدا. شوف يعني ممكن واحد تصدق بصدقة لا تقبل منه، عملها غلط ربنا ما قبلهاش، صح ولا لأ؟ إنما الصلاة على النبي ربنا ما بيردهاش. طب يا دكتور دلوقتي يعني اللي ليه ورد مثلا وفي يوم انشغل وما كملوش، ممكن يضيفه مع اليوم الثاني؟ وماله، خير وبركه، يحاول يعوض النقص او الخلل اللي حصل، زي اللي متعود كل يوم يقرا 3 اجزاء عشان يختم القران كل 10 ايام، فجي النهارده ما قراش الثلاثه بتوع النهارده، نقول له اقرا بقى بتوع النهارده وبتوع بكره مع بعض، يبقى بكره عليك 6 اجزاء. يا ريت البرامج دي تبقى اكتر من كده كمان، البرامج دي الناس ما بتسمعها بتذكرنا. والله بصراحه انا عايز اقول لك كتر خيرهم، يعني اداره نجوم اف ام ان هم مخلينا كده ساعتين مع بعض يوم الجمعه نقعد نصلي على سيدنا النبي ونتدارس القران والسنه، ده فضل كبير، بس ربنا يديمه علينا. يا رب. وقليل دائم خير من كثير منقطع، الحمد لله، ربنا يبارك في البرنامج بتاعنا خير الكلام. شكرا ليك يا أستاذة وبارك الله فيكم، وأنا منتظر اتصالاتكم، وكل واحد بيتصل يحضر لي معلومة 2 3 معلومات عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقول نكمل معلومات عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يا حضرات ركزوا معايا في المعلومات اللي جايه دي لانها مهمه جدا. ترك نفسه من 3، في 3 حاجات ما كانتش موجوده فيه، او يعني هو بيحاول دايما انها ما تبقاش معاه خالص. في 3 حاجات تخلى عنهم النبي، تركهم يعني مش موجودين عنده. يلا يا ترى نعرفهم. ترك نفسه من 3، 3 صفات ما كانوش عند النبي. المراء اللي هو الجدال، ما يحبوش، ما بيجادلش. ده في ناس يا ابويا والله ينشف ريقك لو اتكلمت معاه ينشف ريقك. وكان الانسان اكثر شيء جدلا والعياذ بالله. النبي لا، ما كانش كده خالص، مع انه ايه النبي اللهم صل على سيدنا النبي كان يعني حاد الذكاء، عنده ذكاء العقل وشدته وسرعة الإدراك وحضور البديهة، النبي كان يعني منتهى الفطنة يعني، اللهم صل عليه، ما بيجادلش. يبقى النبي ما كانش عنده الجدال. ايه تاني ما كانش عند النبي؟ الإكثار. مش القرآن بيقول ألهاكم التكاثر؟ لا، النبي ما كانش عنده الجزئية دي. فمثلا ما تخشش بقى بيت النبي تلاقي بقى اشي تحف هنا واشي تحف هناك واشي مش عارف ايه ولمم كل حال، عندوش القصة دي خالص يعني، ما بيكترش من حاجات الدنيا. كذلك الاكثار في الكلام، ما كانش بيتكلم كتير، كان قليل الكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلامه فصل، وكان كلامه موجز، وكانت تعد وراءه الاحرف، جمل واضحة ومباشرة. وستنا عائشة قالت لم يكن يسرد الكلام كسردكم، لا لا لا، خش كلام كتير. طيب احنا لسه بنقول اهو في 3 حاجات النبي ترك نفسه من 3 مش عنده. قلنا اول حاجة المراء اللي هو الجدال، تاني حاجة الاكثار، لا يكتر في متاع الدنيا ولا يكتر في الكلام. ايه تالت حاجة بقى؟ ترك نفسه من 3، المراء والاكثار، التالتة ها وما لا يعنيه. يا خبر ابيض، ابدا تيجي انت تفتح معاه موضوع يفتحه معاه، ما تفتحوش
قال واحد قال له انا اذنبت يا رسول النبي، ما سالوش ايه ايه عملت ايه خالص. هو علمنا كده من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. يا ترى نعرف نقلد النبي في الثلاثه دول؟ تعرف ما تجادلش، تعرف تكتفي بما ينفعك بجد. ده احنا في حاجات كتير، ده على فكره حضرات ده اسلوب حياه. محتاج حاجه هاتها، مش محتاجه تجيبها ليه؟ احنا بيوتنا زحمه، بيوتنا زحمه على الفاضي. نيش، نفسي اعرف النيش ده اللي بتتوارثه الاجيال. انا ما اعرفش اخواننا اشقائنا بره مصر يعرفوا ايه النيش ده ولا لا. حاجه كده، حاجه كده طول في عرض في ارتفاع، موجوده في البيت زي دولاب كبير كده، محطوط في الريسبشن في الصاله، حاجه كده مليان بقى ايه حاجات بقى، كاسات وفناجين واطباء وحاجات كده ربما لا نستخدمها اصلا. يعني احنا بنشرب الشاي في كوبايات ازاز بس، لا هتلاقي براد من الصيني وفناجيل كبيره بتاعت شاي كده من الصيني وحاجات كده محطوطه ما تعرفش محطوطه ليه. وبص انا عايز كل واحد النهارده يبص في بيته يشوف كم حاجه في البيت هو بيستخدمها، ويفتح دولابه كم حاجه في الدولاب بيستخدمها اعزكم الله، ويفتح مكان بتاع الاحذيه اللي احنا بنقول عليها الجزامه، كم حذاء بتستخدمه، والاخت تفتح دولابها كم شنطه بتستخدمها. عمالين نجمع وخلاص، نجمع 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 نجمع، نكتر نكتر نكتر، ليه ما تعرفش؟ ألهاكم التكاثر. أنا بخش عنده حكاية التكاثر دي أصلا، لا في بتاع متاع الدنيا ولا في الكلام. والتالتة قال ترك نفسه من ثلاث، منها وما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وناخد اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. لبيك اللهم لبيك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي يا أختي. أزيك يا دكتور؟ الله يكرمك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. عايزة تدينا ثلاث معلومات كده عن سيدنا محمد؟ سيدنا محمد ده حبيبي. اللهم صل عليه. أيوة أدي أول معلومة. الله أكبر، ده هقول لك بشرى حلوة. يلا معلومة تانية يا دكتور. طيب عشان بس ما يفرش مني السؤال، أنا هدي لك كل اللي أنت عايزه. انا حلمت ان انا ان شاء الله في الحج وقابلتك. توكلنا على الله. انا رايح الحج السنه دي في رمضان باذن الله. توكلنا، يبقى ان شاء الله ربنا يكتب لنا اللقاء في الحرم. وقابلتك يا شيخ، فضلت اقول لك ادعي لي يا شيخ رمضان وشفتك الله يكرم. دعيت انا في المنام ولا طنشت؟ لا دعيت. طب الله يسترك يا رب ويكبر خاطرك ويبشرك بما يسرك ويدفع عنك ما يضرك. اللهم امين. يا دكتور انا عندي سؤال لو سمحت. يلا. انا عندي ابني الكبير يا دكتور قطع رحمي تماما. مش بيبرك؟ لا خالص يا دكتور. طب انت بتكلميه؟ ما بيكلمنيش وما بيجيش البيت خالص. هو متزوج وقاعد مع ولاده. ايوه. طب انت ما بتتصليش بيه خالص؟ لا هو عنده كده يا ميكروباص بيجي يحط قدام الباب، ولو انا واقفه عنده يا فندم؟ عنده ميكروباص كده يركنه عندي قدام البيت. كويس. وحتى لو انا واقفه بقعد ابص له كده ما بيرضاش يبص لي، وانا نفسيتي تعبانه جدا. انت نفسيتك تعبانه، طب ابنك ليه بيعمل كده يا حاج؟ هو بيعمل كده عشان هي مراته عايزه كده. عشان ايه يا فندم؟ هي مراته عايزه كده. هي قالت لي قبل ما يعمل كده انا اخليه يعمل كده. ليه بتعندك يعني ولا ايه؟ هو انت ضرتها؟ هي مش قاعده معايا في البيت، وهي دايما كانت تيجي وتقول لي انا هخليه يعمل وانا هخليه يعمل، عشان هو اول حاجه عملها معايا كان طلعني عمره، هو اللي كان طلعني العمره دي في 2016. ايوه. فبعديها بقى من ساعتها. طب انت مش معاكي رقم ابنك يا حاجه؟ معايا رقم ابني. طب ما بتتصليش بيه؟ ابني بيجي كل يوم يحط العربيه تحت البيت. سيبك من العربيه دلوقتي، انا عرفت حكايه العربيه، ما بتتصليش بيه؟ لا ما بتصليش. طب اتصلي بابنك يا حاجه شوفي ماله. بقاله قد ايه ما بيكلمكيش؟ انا عايز رقم حضرتك يا دكتور. طيب حاضر. بقاله قد ايه مش بيكلمك؟ من شهر 6 يا دكتور.
يعني بقاله حوالي 4 شهور اهو. ايوه طيب خلاص، يعني انا هسيب، حتى دكتور اخوه نجح في الثانويه، خلي واحمد خل احمد خليه اسمه ده خليني دكتور حضرتك. ابعتي لي رقمه، ابعتي لي رقمه وانا اكلمه اشوف في ايه، ده ماله ده. طب يعني املك رقم يا انا دكتور؟ مش متعود احكم على حد او اسبق الاحداث، يعني اسمع منه الاول. وان كنت انا بقول اي ابن ما بيسألش على امه هو مخطئ بنسبة 100%، بس مخطئ بقى مع سبق الاصرار والترصد، ولا مخطئ لانه مريض ولا مخنوق ولا عنده مرض نفسي ولا تعبان ولا في حاجة، هو افهم كان بس. يعني هو كان يعني حاجة كانت، أنا يعني أنا وهو كده كنا حاجة ما تتوصفش، بس هي قالت أنا هغير كل ده. طيب ما انا عايز اعرف بقى، معمول له عمل مثلا؟ ما أنا ما أعرفش يا دكتور طيب هو شفت بقى، أنا حاجة بتربنا 3 مرات، فمش عايزة ربنا أحكم على يتقبل. حد أنا انا ما بس أعرفش. عايز اعرف ابنك ماله. طب ما أنا هديك رقم من يا دكتور. شوفوا يا جماعة، من باب الانصاف عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. طب احنا لقينا ولد عاق، طب نتكلم معاه اعرف في ايه ده، أنا هديك رقم يا دكتور من باب هتصرف. الانصاف ان انا اعرف بس الولد ده في ايه ماله. ماشي ماشي يا يلا دكتور. بقى، عشان ما نعديش المناسبة بتاعت سيدنا النبي، قولي لي يلا كم معلومة كده عن سيدنا النبي. أنا بحب سيدنا النبي أوي أوي، بشوفه في المنام يا دكتور. ايوه تعرفي ايه عنه؟ طيب ماشي انا موافق، أنا عارفة إن أنا اللهم بحب صل عليه سيدنا النبي، يعني. ها وأهل البيت، وبحب أهل البيت، وبحب سيدنا النبي، وعارفة إن سيدنا النبي ده حد يعني ما يتوصفش. طب انا هديكي معلومة، تقدري تقولي اتفضل. لي النبي حج كم حجة؟ حجة واحدة. ايوه ما انت عارفة اهو، وشاطرة ما شاء الله. طب حجة اعتمر كم واحدة. عمرة؟ عمل كام عمرة؟ لا مش فاكرة. 4. 4 عمرات. طب وأنا إن شاء الله راح أريح الرابعة بإذن الله. طب انا عايز اسأل سؤال، اتفضل. لو احنا ذبحنا خروف وعزمنا سيدنا النبي الله عليه أكبر. الصلاة والسلام، الله عليه وسلم. بيحب انهي حتة من الخروف؟ الكتف. ايه ده، ايه الحلاوة دي، انهي كتف؟ الأيمن طبعا. برافو عليك، الكتف اليمين اللي هو ذراع الشاة ياخد الكتف اليمين الامامي. اللهم صل وسلم وبارك. طيب كمان اخر معلومة بقى اقول لك، ايه معلومة تانية، اللهم صل على سيدنا النبي. اتجوز خديجة كان عمره كم سنة؟ كان عمره 24 25. 25. شكرا ليكي، واسأل الله عز وجل ان يرد اليك ولدك ردا جميلا، وان يهدي لك زوجة ابنك يا رب، ربنا يهديها ويحنن قلبها عليك ان شاء الله. وما زلنا نحتفل برسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام، وبنحتفل برسول الله، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنا بس عايز أقول لحضراتكم إنه احتفالنا بسيدنا النبي مش هكتفي بيه الجمعة دي بس، عشان تبقوا واخدين بالكم وتجهزوا نفسكم، إن أنا هعمل برضو الحلقة بإذنك يا رب، إذا ربنا أمد في الأجل خير الكلام، الجمعة القادمة برضو هنتكلم عن سيدنا النبي بشيء أكثر من التفصيل. وناخد اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سيدي. هو أنا كان عندي سؤالين. تفضل يا حبيبي. السؤال الأولاني، أنا لما ساعات بقرأ القرآن أنا ما بقرأش بنفس التجويد اللي حضراتكم بتقرأوا بيه، فهل كده في مشكلة عندي في القراية، أو مثلا طيب ممكن تقرأ لي كده؟ يا مثلا اختار لك سورة، قل هو الله أحد، الفاتحة، الضحى، أي سورة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد. كوفو، فو، الفي عليها ضمة، مش كف، مش كفوا، كوفو ون، فو، كوفو ون. يلا قولها لي كده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كوفو ون، كوفو ون. أحد. انت فاهم ايه الفرق ما بين الاثنين؟ مش كوف ون، لا كوفو ون، كوفو ون، كوفو ون. واضح؟ تمام. لو قريت كده انت زي الفل، قريت كويس، هتاخد تمام على كل حرف 10 حسنات. انما لو قريت كده مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، ده اسمه بنسميه بقى الماهر بالقرآن، ده مع السفرة الكرام البررة، دي درجة أعلى بقى. الدرجة الأولى إنك تقرأ القرآن بالتشكيل بتاعه، تمام؟ تمام.
الحمد لله، الحمد، ما قلتش الحمد، الحمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحمن الرحيم، مالك مالك يوم الدين. شوف بقرا بالتشكيل، إياك نعبد، مش نعبد، نعبد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، أنعمت مش أنعمت، أنعمت. فقريت بالتشكيل صح. اه انت كده قريت كويس. طب بقى اقول بقى الغنى بقى وتغنى بالقرآن وحاول اقرأ بصوت حلو. اه كده اللي يعمل كده يبقى مع السفرة الكرام البررة، ده درجة اعلى. واضح يا سيدي؟ يبقى الحد الادنى، احنا عندنا الحد الادنى، الحد الادنى ان الكلمة اللي عليها ضمة تبقى عليها ضمة، واللي عليها فتحة يبقى عليها فتحة، واللي تحتها كسرة يبقى تحتها كسرة، تنطقها صح. طيب. ده الحد الأدنى زي ما أنا قلت إيه، كوفو ون. طيب اللي أعلى من كده بقى إن إحنا نتغنى بالقرآن، حاول أقرأ بصوت حلو. تمام؟ تمام، ربنا يكرمك. في أسئلة تانية؟ سؤالي التاني بقى، عارف حضرتك بس إيه بالله عليك بقى، أنا عايزك إيه تفهمني صح، هفهمك صح إن شاء الله. ما يجي عليك وقت بتبقى، انا اما مش حضرتك انا بتكلم عن، بيجي عليا وقت الواحد بيبقى تايه مش عارف ربنا غضبان عليه ولا ربنا راضي عنه، طب انا لو عملت الحاجه الصح دي. انا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. انت بتتكلم بتكلمني عن نفسك، كلنا كده يا ابن الناس. ما انا هكلمك، هو انت بس انا، انت لو خدت بقى، انت ساكن فين، في القاهره ولا بره القاهره؟ لا بره القاهره. حلو، لو خدت بعضك ورحت، اكيد عندكم حاجه كده تبع الازهر، المنطقه الازهريه، اداره الوعظ، هتروح تلاقي مشايخ، قول له يا مولانا انت راضي عن نفسك؟ هيقول لك لا يا ابني. طب انت بتعبد ربنا وبتصلي وبتصوم؟ يقول لك وانا خايف، ربنا قال والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. طب يا مولانا انت ربنا بيتقبل اعمالك؟ يقول لك يا ابني احنا نعرف، احنا نسال الله القبول. انت فاهمني؟ فاهم حضرتك. اوعى تكون متخيل ان في حد في الكره الارضيه ها قاعد مطمن كده وقال لا بس احنا كده ضمننا الجنه، انا اول واحد رايحها. مفيش. طب اللي بيعمل ذنب وبيستغفر ربنا، تمام، وحضرتك كنت قلت قبل كده مهما عملت لازم تستغفر عشان ما تطلعش من ايه، من رحمه ربنا. عارف لما بيجي بقى علينا وقت كده بتقول ايه، طب زمان ربنا زهق مني او زمان ربنا خلاص ايه يعني. لا مفيش حاجه كده بقى، لا بس انا خلينا امشي معاك واحده واحده. اللي بيعمل ذنب وبيستغفر ربنا، تمام معايا؟ انت كده مركز معايا صح؟ ايوه مع حضرتك. تسمع عن ناس اسمهم اولياء الله الصالحين؟ ايوه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هسالك سؤال، اولياء الله الصالحين دول ما بيذنبوش؟ ما اعرفش. لا مفيش حد ما بيذنبش. ما فيش حد معصوم من الخطأ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى أولياء الله الصالحين القرآن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، آه هم يذنبون ويستغفرون. يا ابن الناس ما فيش حد في الكرة الأرضية ما بيغلطش أصلا، فهمتني؟ تمام. بس إيه بقى، إيه الفرق ما بين دول وغيرهم؟ ربنا بيقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ففي ناس بتذنب وبيبقاش قصدها، غصب عنه اتحط في موقف كده وغلط، واخد بالك، ما بيبقاش قاصد. الجهالة هنا يعني ايه؟ يعني انت ما انتش مش بيقول لربنا ايه، اي يا رب اي انا عارف ان الخمرة حرام عشربها برضو ان كان عجيبكم بقى. لا هو في حد بيعمل كده؟ لا طبعا. اه لما اجي اقول له انت بتشرب سجاير يقول لك ادعي لي، والنبي ادعي لي ابطلها، انا عارف ان انا غلطان. فيبقى هو بيعمل غلط وهو عارف انه غلطان وصعبان عليه انه بيعمله. ايوه ايوه الحته دي، الله يبارك لك الله يبارك لك. عارف لما تبقى انت، انا في ذنب معين مثلا انا ما عادش بعمله خالص، بس عارف لما بيجي كده من بعيد لبعيد زي ما يكون بيسلم عليا من بعيد كده، انا بضطر اساسا بسلم عليه يعني، فاهم؟ انا فاهم ده، اتفقنا كده؟ مش أنا قلت لك أنا هفهمك إن شاء الله صح؟ أيوه. ما تستعجلش على رزقك. فهل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أنا لما عملت الذنب ده لا ببقى قصد أعمله
ولا بقى بقول لربنا لا انا هعصيك اهوت خالص خالص. بس ايه ربنا بيقول عن سيدنا ادم ولقد عهدنا الى ادم من قبل، ربنا قال له ما تاكلش من الشجره فنسي ولم نجد له عزمه، ما كانش عنده اصرار انه يعصي ربنا. تمام كده؟ طيب ده رقم واحد. ده رقم اتنين، ثم يتوبون من قريب. فاول ما بيعمل الذنب ده بيرجع يندم وبيعيط وبيزعل واحيانا بيعاقب نفسه، صح ولا لا؟ صح. ويقعد يوبخ انا غلطان، طب والله والله يا رب ما اعمل كده تاني، طب والله يا رب توبه من الذنوب، والله يا رب. صح. ده بني ادم طبيعي، ده بنقول عليه مؤمن، هم دول المؤمنين. انما المنافقين بقى ده ساعات بقولها نفسه منافق. ايه؟ ساعات بقولها نفسه لا منافق. دول هم المؤمنين. المنافق بقى اما تيجي تقول له انت غلط، يعني غلطنا في البخاري يا خي يا عم واحنا لوحدنا، تقول له انت بتشرب سجاير، يقول لك يا عم ما في غيري بيشرب خمره، قال لا هي جت عليا انا احسن من غيري. احسن من غيرك ايه؟ يعني احسن من غيرك ازاي؟ فتيجي مثلا واحد ما بيصليش السنه تقول لي ما تصليش، يقول لك انا غلطان. واحد تاني يقول لك ايه يا عم في ايه يا عم؟ احمدوا ربنا ان انا بصلي الفرض. انت فاهم؟ بجح. انما المؤمن لا، المؤمن بيخاف ربنا وبيغلط وبيعتذر وبيندم وما بيبقاش قاصد اصلا، ما بيبقاش بيعمل الذنب ده واستغفر ربك انه بيقول ايه انا بتحدى. لا انت ما بتحداش يا رب، انا ما بسمعش كلامك ابدا. عشان كده اولياء الله الصالحين، هم ليه اولياء الله الصالحين؟ لانهم حتى لما بيذنبوا بيذنبوا بجهاله، ولما بيذنبوا بجهاله يتوبون من قريب على طول. انت شوف يا اخي، شوف القران وجماله. في ايه في سوره ال عمران كلكم هتندهشوا ليها دلوقتي. ربنا بيقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. معايا كده انت؟ اه. جنة عرضها السماوات والارض اعدت لمين؟ للمتقين. ركز معايا، ربنا اعدها كمان مرة، المرة الثالثة اعدها لمين؟ للمتقين. قلت له هم مين دول؟ قال لي الذين ينفقون في السراء والضراء. ماشي حلو. قال لي والكاظمين الغيظ. طب برضو ناس كويسة. والعافين عن الناس. ايه رأيك؟ تمام. تمام حلو برضو. قال والله يحب المحسنين، دي ناس محسنة. تمام؟ لحد كده قلت له في حاجة تانية؟ قال لي والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو متقي وممكن يعمل يعمل مشكلة؟ صح ولا لا؟ اه. او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. خد بالك من اللي جاي. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شفت الجمال؟ فمين وصل لكم أن المتقين ما بيذنبوش أو أولياء الله الصالحين ما بيغلطوا؟ بس بيغلطوا هم مش مصرين ولم يصروا على ما فعلوا، وأول ما بيغلطوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وبيندموا على دوت، وما بيبقاش عندهم إن هو بيحاد الله والرسول، بيحارب ربنا والنبي أبدا خالص خالص خالص، وما بيجاهرش بالمعصية. مش تعالوا يا ناس اشهدوا، تعالوا يا هو أنا هعصي ربنا هو أبدا. ده ربما يستتر وهو بيعمل الشيء ده، صح ولا لأ؟ صح. بس فبتهيألي كلنا في الهوا سوا. طب اخر حاجه، ايه افرق ازاي بين الكبر وانا بتكلم والثقه بالنفس وانا بتكلم مع ناس بتكلم مع على الشغل او اي حاجه تانيه؟ بسيطه قوي، صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. لو عرفنا معنى الكبر نقدر نفرق. اتفقنا؟ تمام. عشان انا اتلاشى الكبر. والله انت النهارده انت اتغديت ولا لسه؟ لسه بيعملوا غدا. اه بس الظاهر ان انت فطران حاجه حلوه لانك بتقول كلام زي الفل. لا لا عملت حاجه. وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه مستمعينا الكرام، الزبون اللي بيتكلم ده انا اعرفه. بس خلونا اكمل. صليت على النبي؟
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. احنا كنا بنقول ايه بقى في السؤال بتاعك؟ ازاي افرق بين الثقة بالنفس والكبر في الكلام او في الاحساس بمنتهى البساطة؟ انا مش عارف اذا كان كلامي ثقة بالنفس ولا كبر. خلاص بسيطة، اعرف ايه هو الكبر. صح؟ صح. الكبر هو بطر الحق، ان انا ما اعترفش بالحق. تمام؟ طب اذا انا اعترفت بالحق، انا جيت عمال اقنعك واقول لك بص يا سيدي كيت وكيت والدليل كيت وكيت وكيت، بعدين لقيتك بيجيب لي دليل اقوى من دليلي، فقلت قلت لك اه لا بصراحة انت دليلك قوي، لا دليلك اقوى من دليلي، يبقى انا كده مش متكبر. تمام؟ يبقى ادي اول، او أدي اول حاجة، الكبر بطل الحق، انك ما تعترفش بالحق. اتنين، غمط الناس، انك تشوف اللي قدامك اقل منك. غمط الناس اللي هو احتقار الناس، امتهان الناس، اللي هو ظلم الناس. لا، انا بشوف الكرة الارضية على راسي من فوق، محل احترام وتقدير، عنده حاجة مش عندي، لا له مع الله حال، لعله في سر ما بينه وما بين ربنا فهو مقرب لربنا عني، معرفش. لو الحاجتين دول، انك بتعترف بالحق وانك بتحترم الناس، انت مش متكبر. انما واثق في قدراتك بقى وعلمك والادلة اللي عندك وطريقة اقناعك ووسائل الاقناع بتاعتك، قول من هنا لحد السنة الجاية، دي اسمها ثقة بالنفس. اول ما بقول لك دليل بتقول لي حق، ايوه صح اللي انت بتقوله صح، يبقى انت مش متكبر. اول ما بقول لك طب اديني فرصتي في الكلام، تقول لي اه طبعا اتفضل حضرتك، خد وقتك، تيك يور تايم، خد وقتك، يبقى انت مش متكبر. وضحت يا باشا؟ تمام. ربنا يجبر خاطرك، الله يخليك يا رب، ويصلح حالك، الله يخليك، ويجوزك ويمن عليك بالخير كله. شكرا لك. الحمد لله. شكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل مع حضراتكم، واحنا نسيت اساله كم معلومه كده عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بس كانت اسئلته جميله، لا شك انها يعني بتفيد الجميع، يعني لانه ده كان سؤال الناس مش عارفه ما الفرق بين العزة والكبر، انك تعتز بنفسك وان يبقى عندك ثقة في قدراتك. اه طبعا المسلم عنده ثقة في القدرات بتاعته. ده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، اهو بقول انا فاهم ده. طب هو عيب ان انا اطلع اقول في حتة ايوه انا ده تخصصي؟ لا لا، سيبولي الموضوع ده. احنا بنبقى راكبين طيارة وبعدين تلاقي مثلا احد الركاب تعب ولا حاجة، فتلاقي واحد داخل كده بالثقة، لو سمحتوا يا جماعة سيبولي الموضوع ده انا دكتور. اه طبعا، امال اتصرف عليه واهله صرفوا عليه اه طبعا، ده مكانه، ده ما فيهاش حاجة. فده امر غاية في الاهم. بنيجي مثلا زمان كنا نجي في الحرمين مثلا ولاقي حد تاني كده، اقول لهم استنوا يا جماعه انا شيخ، تعالى يا حاج، مالك يا حبيبي، اصلا انا رميت ايه ولا عملت ايه ولا كنت بطوف ايه؟ اقول له لا ما فيهاش حاجه، الشافعيه والحنابله قالوا كذا والراي بيقول كذا والدليل كذا، واحد تايه في حاجه اشرحها له. فده دي ما فيهاش اي مشكله خالص. فربنا يعلمنا ويفقهنا ويرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤدبنا بأدب رسول الله، ويزيننا بأخلاق رسول الله. أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا النهاردة في الاتصالات، سامحونا إذا ما خدناش القدر الكافي من المكالمات، بنتكلم في موضوعات مهمة يعني وتخص الجميع وتمس الجميع. عايز بقى اقول لكم على حاجة كمان، انا قلت لكم النبي ترك نفسه من ثلاث، اكمل معلومة بقى، وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم احد، عمره ما غلط في حد، ولا يعير احد، ولا يعيبه، ولا يقول له ايوه مش انت اللي كنت عملتك، ابدا ابدا.
ولا يطلب عورته، لا يتتبع عورة أحد. ما بيش يعني أصلي إحنا كل واحد فينا، أنا عندي جوانب نقص، خلل في شخصيتي، فما تسيبش بقى كل شخصيتي تقعد تبص في عيوبي. هتيجي تقولي على فكرة يا شيخ أنت مواعيدك ضيعة، على فكرة أنت نساي، على فكرة أنت يا عمي لو أنا عندي جوانب نقص في معلش فوتها لي يعني، ما تقعدش كل شوية تدوس لي على العيب اللي فيا. يعني إذا أنا عندي عيوب اعمل نفسك مش واخد بالك. شفتوا الجمال؟ والنبي علمنا حتى في العلاقات الزوجية كده، ألا يفرق مؤمن مؤمنة، ما حدش يكره مراته يا جماعة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فبيقولك بص على الخلق الآخر اللي هو حلو يعني، سيبك من الخلق التاني. بجيش أصل صوتها عالي بس حنين، أصلي بتتدخل في اللي ملهاش فيه بس صيناك مراتك، أصلي متسرعة شوف ازاي بس اكلها حلو ما تنكرش. يعني ان كره منها خلقا رضي منها اخر. وناخد اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. الله يخليك. سؤال بعد اذن حضرتك، لو واحد قال على مراته ان ديت مامتي او زي مامتي او قال لها دي مامتي او كده، هل يعتبر ظهار ولا ما يعتبر؟ لا لا، بص يا جماعة كويس ان انت قلت السؤال ده، الله يسترك، لانه الناس بتخلط ما بين امرين. في بعض الاوساط وفي بعض مجتمعاتنا الراجل بينادي على مراته ناوليني يا ماما مش عارف ايه، ويقول له تفضل يا بابا، يعني لا يقصد بها شيء. يمين الظهار اللي احنا بنقول عليه، اللي القرآن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وبعدها قال لا طب ما فيش رقبة يبقى إطعام، يبقى صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع يبقى فإطعام 60 مسكينا. ايه يظاهرون؟ يظاهرون يعني يجي واحد يقول لمراته تعالي انت علي كظهر امي، انت محرمة علي زي امي واختي، ده اسمه يمين ظهار. انما بقى بيدلعوا بعض، امسك كده يا بابا، امسكي يا ماما. عندنا انا معرفش دي برا مصر ولا لا، بس انا بقول عندنا في كثير من اوساطنا ما بين المصريين الست جوزها يعني بتستحي، الست احنا الحياء حلو جميل، بتستحي تقول لجوزها قدام الناس يا حبيبي شوف ازاي، او يمكن بتخاف تتنظر. اصل دي حاجة اصل دي حاجة بقى تعرف انت لو ضحكت الناس هتحسدك، تخيل للأسف. فهي ايه، او الراجل كمان يعني احنا انا تربيتي انا نشأت انا تربيت انا فلاح من الفلاحين يعني، فما كناش نشوف الراجل يقول لمراته باسمها ابدا خالص. تقولوا لي ليه وفيها حق؟ يا والله العظيم ما فيها حاجة، بس احنا بنستحي يعني، ما يعني احنا كجيل اصحابنا اصحابي في المدرسة ما يعرفوش اسم امي، وتبقى واقعة سودة لو عرفوا. انتوا كنت كده ولا احنا لوحدنا بس؟ لا كان في ناس كده، بس انا والدتك منها كانت موظفه فما كانش في مشكله. لا لا الوضع مختلف، احنا زمان كده احنا كان في حاجات كده من المحظورات، المحظورات خش حد يعرف اسم ام التاني ايه. يعني وكانه مبالغه بقى في الحياء، في دي ثقافتنا، تقولوا عليها صح تقولوا عليها غلط دي ثقافتنا. وكان الراجل ما يناديش مراته باسمها ابدا في الشارع ابدا، يا ام محمد. طب ما خلفتش لسه، يناديها باسمه هو. انت فاهم؟ ايوه صح. هو اسمه علي ومتجوز مراته وهي ما خلفتش، ولا يا علي يا علي، بينادي على مراته باسمه. فدي كانت في اعرافنا وما زالت موجوده. فطلع جيل وناس بقى يقول لمراته يا ماما وهي تقول له يا بابا. فقام طالع واحد كده الله يصلح حال بعض الناس يقول لك
ويحرم وتبقى حرام عليه محرمة لو قال لا. يا عم هو كان بيحلف عليها؟ هو بيحلفش. قال هو انا لو قلت الطلاق مرتان ابقى كده طلقت مراتي؟ واضح. ايوه. فدي ما فيهاش اي حاجة خالص. تمام. في اي اسئلة تانية؟ شكرا. انت متجوز؟ اه. طب قول لي انت بتقول لها ايه بقى؟ لا ده انا بقول لها عادي، بس ممكن مثلا يعني انت وانتوا في الشارع كده مع بعض ولو هتنادوا بتناديها باسمها عادي؟ بتناديها باسمها عادي. اه. اه جميل قوي. اقول لها اقول دي مامتي دي كذا. وهي بتناديك باسمك عادي؟ اسمي عادي. اه. ما بتدلعكش؟ احيانا يعني. وانت بتدلعها ولا بتتكسف؟ لا احيانا احيانا بدلعها برضه. طيب يلا قبل ما تقفل المكالمه قول لي كده معلومه او اتنين وانت وذوقك او ثلاثه عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه السلام. هو صلى الله عليه وسلم يعني كان الماء بينبع بين اصابعه. دي من معجزات رسول الله، نبع الماء ما بين اصابعه الشريفه. صحيح. كانت الغمام بتظلله وهو ماشي. الله يفتح عليك، كانت تظلله الغمام. صحيح. والجزع اللي هو كان بيخطب عليه قبل المنبر حن اليه. يا سلام، انت جايب معجزات ما شاء الله. اه حن اليه الجزع، كان النبي بيخطب على جذع نخله ولما عملوا له منبر وصعد على المنبر قام الجزع ان حتى سمع أنينه كل من في المسجد. شكرا ليك يا سيدي، وشكرا لكم متصلين ومستمعين الكرام، وكل عام وحضراتكم بخير وفي سعادة، وأسأل الله العلي القدير أن يبسط لكم الرزق وأن يصب عليكم الخير صبا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. للأسف وقتنا بينتهي وبيمر مرا سريعا مع حضراتكم، لكن للحديث بقية ان شاء الله الجمعة المقبلة. ما ننساش يا حضرات اعمالنا في يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين، فلا تنسوا اكرمكم الله قراءة سورة الكهف. واللي ما بيعرفش يقرأ يسمعها جزاه الله خيرا. وما تنسوش الاكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده شغلنا في يوم الجمعة. وما تنسوش الدعاء في الساعة اللي قبل غروب الشمس فإنها ساعة إجابة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا اليوم العظيم ممن دعا الله فأجاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، ورغب فيك فنفعته، وتوكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستجار بك فأجرته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.